السلام عليكم ورحمة الله، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. عجبتني واحد الفكرة وبغيت نبارطاجيها معاكم. فكرة بسيطة ولكن مفيدة، حاملة أواني ولا طبيلة صغيرة كتنفع بزاف ديال الحوايج. مثلا تشوفوا فيها شي ديكورات ولا تحطوا فوقها المعان وتستغلوها حتى فوق الفران بالنسبة اللي ما عندوش لسباس، وديرو فوقها هكا الميكرووند ولا فوق الثلاجة ولا مهم. كتنفعل بزاف الحوايج، وتقدروا ديرو وحدة فوق وحدة، يعني كتعطي لسباس كتر وكتفيد كتر. انا عطيتكم غير كفكرة، تقدروا ديرو اللي بغيتو. نبداو على بركة الله. هنا عندنا زليجه، كيف ما كانش عندكم كتاخذوا زليجه عاديه تكون شيطه عندكم في الدار ولا هي محطوطه ما عندكم ما ديروا بها. وكاينين هاد اللعيبات، ما عرفت الصراحه شنو سميتهم، مهم كانوا شاطوا ليا من الحمام شكون صايبتو وبقاو عندي، يعني ما استغليتهم في حتى شي حاجه. قلت ندير هاد الفكره، بقاو معايا حتى الاخر فيديو ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غنصايبها. سهلة بزاف وما كتحتاجش الجهد اللي هو كتير. خليكم مع الفيديو.
هذه هي الفكرة اللي اقترحت عليكم، بسيطة وما فيها جهد بزاف. تقدري تصايبيها في 5 دقائق وما غتخسري فيها والو الا كانوا عندك متوفرين في الدار. استغليهم علاش لا، الا كان عندك شي قنيتها كخاوي في الدار ولا في الكوزينه بغيتو تستغلوه، تقدروا ديروا حتى 3 طاجيرات من هادو، يعني وحده فوق وحده فوق وحده، غتجمع لكم بزاف ديال الحوايج وغتستغلوها يعني في معنات او لا في شي ديكورات، ولا تقدروا ديروا رجيلات ديالها طوال وتغطيوه بشي حاجه وديروا فوق منها شي فاز كبير هكا في شي قنج، علاش لا. كنتمنى الفكره تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.